مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اليومين يومين قلق ويومين اضطرابات، إن شاء الله هيتعدى على خير بإذن الله. أزمة وهتعدي، على الكل الكبير والصغير التزام بإذن الله هنكون أحسن حاجة. النهاردة حبينا نشارككم في أكلة مصرية مشهورة جدا في كل المحلات وفي كل حاجة، والناس بيحبها الصغير والكبير. هنعمل الكشري المصري بكل دقاته، بعيد عن اللحوم، بعيد عن الدواجن، بعيد عن الحاجات اللي هي البروتين خالص، لكن هنديها بفايدة جميلة جدا وإن شاء الله تعجبكم 100%. أول ما نبدأ بالكشري المصري بدقات جميلة، هنعمل نوعين من الصلصة. النوع الأول هنعمله بالطماطم والبصل بس، هو عدد 2 عدد من البصل مع 6 حبات من الطماطم مع 2 كوباية من المية، بنضربهم في الخلاط ومعلقة من الخل أو 2 معالق من الخل، وننزلهم على النار. ننزلهم على النار نسيبهم حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة بالظبط، نسيبهم 10 دقايق أو ربع ساعة يستووا معانا. دي الصلصة الأولى. والنوع الثاني هيكون بالثوم، بس الأول بعد ما نسلق المكرونة عشان تكون قدام حضراتكم في مية مغلية بتغلي. معانا 1/2 كيلو من المكرونة المتوسطة اللي هي المقصوصة، 1/2 كيلو من المكرونة في مية بتغلي يكون كتير بسم الله على بركة الله. ومعانا 1/2 كيلو من المكرونة الاسباجيتي، هنعملها بدقات أو بخلطة جميلة حلوة جدا هتحبوها وممتازة. وهنحط معلقة من الملح، بتركة مصرية خفيفة وسهلة جدا، معلقة من الملح. وهنحط حوالي معلقة من الزيت، شوية من الزيت حاجة بسيطة خالص بسم الله على بركة الله. وندي تقليبة، بس كمان بعد إذنك ندي تقليبة خفيفة مع المكرونة. حبينا نعمل كل حاجة قدام حضراتكم من الألف للياء، الأطفال والكبار بيحبوها، وكتير بيبقى على محلات الكشري بكل دقاتها، الريحة بيبقى باينة من مسافات بعد جامد. بعد كده هنبدأ نشتغل في البصل. البصل الوردي أو البصل الناشف هنعمله بطريقة حلوة جدا. معانا 2 عدد من البصل بسم الله، هنقطعه شرايح. هنقطع شرايح البصل بتاعنا اهو بسم الله على بركة الله. البصل بتاعنا بيكون بصل أبيض، ما يكونش الأحمر، بصل أبيض مش الأحمر، عشان ينشف معايا على طول ويورق ويدي معايا القرمشة الجميلة بتاعته بسم الله. قدام حضراتكم واحدة واحدة من محل الكشري كامل بأسرارهم وبكل تركاتها في أكلة بسيطة مصرية بنقدمها لحضراتكم. بعد كده بجيب بولة وانزل بالبصل فيها، الورد بتاعنا اهو، معلقة من الدقيق، اضيف معلقة عليه من الدقيق بسم الله على البصل، على حسب الكميات اللي انتوا تحبوها او على حسب عدد افراد الاسرة. ومعلقة من الملح، ومقادير الكشري قدام حضراتك على طول على الشاشة اهو. واقلب كويس الملح، اقلب الملح مع الدقيق في قلب البصل. واهم حاجة وانا بنزل البصل انزل في الزيت، يكون زيت كتير، وخلي بال حضرتك وانت نازلة عشان ما يفرش معانا الزيت بسم الله. لسه الزيت بتاعي غلط. واحدة واحدة خالص بنفس التركة كده اهو هننزل بيه قدام حضراتكم اهو، واحدة واحدة. هنعمل اهم حاجة او اول تركة معايا اللي هو البصل، خليها مع المصل. هنعمل ورديات وهنستخدم الزيت بتاعه في الرز بتاعي، هنعمل رز بالشعرية، وهنعمل العدس، وهنعمل حمص الشام مع حضراتكم. شرحنا الصلصة الأولى اللي هي بالبصل، 2 عدد حبات من البصل، 6 حبات من الطماطم، 2 كوباية من المية، و2 معالق من الخل، بنضربهم في الخلاط ونسيبهم على النار لحد ما تتسبك معايا. والصلصة التانية بتكون عبارة عن طماطم بس، 6 حبات من الطماطم على 2 عدد من 6 حبات من الطماطم على 2 عدد من المية، بنضربهم في الخلاط ونسيبهم على النار. هنعمل الخلطة بتاعتها الوقت التركة، لكن بعد ما نعمل الرز المصري على طول مع حضراتكم. يبقى كده عندي نوعين من الصلصة، الصلصة بالبصل والصلصة هنعملها بخلطة التوم الجميلة.
هنعمل حوالي ربع كيلو من كل حاجه او من كل صنف، هناخد ربع كيلو ربع كيلو. عملنا ربع كيلو حمص الشام، وعملنا ربع كيلو عدس اللي هو العدس بالجبه البن اللون البني، وهنعمل ربع كيلو من الشعريه، ربع كيلو من الرز. هنكون مكونات او تركيبه كامله في الاخر، تطلع لي طبق كشري حجم عائلي بكل طريقه وبكل حاجه، تكاليف بسيطه وحاجات بسيطه الكبار والصغار بيحبوها، فيها سعرات وفيتامينات حاجات جميله كتيره. هننزل بالبصل برضو من الزيت بتاع البصل اهو، ناخد حوالي معلقتين بسم الله على بركه الله، ونبدا نحمر في الشعريه بتاعتنا، وهنعمل الدقه، هنعمل الخلطه الشطه، ونعمل الخلطه بالثوم بالخل، حاجات جميله وان شاء الله تعجبكم 100%. ننزل بربع كيلو من الشعريه وهنقلب، وما ننساش المكرونه نقلبها على طول، مش هتتعجب معايا ان شاء الله باذن الله زي ما احنا شايفين اهو، هنقلبها على طول باستمرار تقلبتين ثلاثه، مش هتاخد 10 دقائق هسويها، وبعدين نعمل لها تركه حلوه جدا جميله، طبق مشهور جدا في مصر بيحبوا الصغار والكبار، حبينا ان احنا نقدمه لحضراتكم بكل سهولة وبكل بساطة. مقادير الصلصة هنعمل معاها، وهنعمل الرز، هنعمل الرز بالحليب برضو بطريقة حلوة وممتازة زي محلات الكشري المشهورة جدا، مشهورة بالخلطات أو بالدقات بتاعتها وبتركاتها المصرية الجميلة والروائح الحلوة، مع رز الحليب الخلطة بتاعتنا التانية أو الدقة التانية اللي هي الطماطم، بس هنعملها 3 فصوص من الثوم، ومقادير الصلصة عند حضرتك قدام حضراتكم على طول على الشاشة برضو، حاجات سهلة جدا وبسيطة جدا، وأكلات شعبية بيبقى سهلة لكن مش صعب اي حاجه ان شاء الله باذن الله، اي حاجه في المعجنات في المخبوزات في الحلويات في كل الاكلات شعبيه او من جميع البلاد هنجيبها لكم بطريقه مبسطه وسهله. والحمص معايا، الحمص بيتنقع حوالي من 5 إلى 6 ساعات اهو، من 5 لـ6 ساعات. بعد كده بجيب الحمص انقعه في الميه 5 أو 6 ساعات، معلقه من الملح، معلقه من الكمون، وابدا اخليه يغلي على النار 10 دقائق يستوي معايا الحمص. وادي العدس معايا، عملنا العدس برضو نفس التكرار، نقعناه وغسلناه كويس بعد ما نقيناه، بعد ما نقينا العدس سلقناه برضو 10 دقائق نفس النظام، بيطلع مع حضراتكم الطعم والحاجه الجميله. او بنعمل تركيبه كشري بالخلطه بتاعته او بالدقه الحلوه بتاعته، وربع كيلو من الرز مغسول ومنقوع برضو حوالي 5 دقائق، رز مصري. وادي الكشري خلاص بتاعنا هيبدا داخل على تسويه. الناس اللي بتقول المكرونه بتعجن مننا او ما بتعجنش، معلقتين الزيت على معلقه الملح على الميه المغليه، يكون كتير ما يكونش قليل. حبيت ان انا اسويها قدام حضراتكم عشان لو فيما بعد ان شاء الله هنعمل البشاميل او هنعمل اي مكرونات بنفس التركات، هيبقى السليق بتاعنا او المكرونات بتاعتنا اتسلقت قدام حضراتكم بكل سهوله. هنحمر المكرونه ونعمل التركه الحلوه بتاع الكشري بالدقه بتاعته اللي بتجيب اخر الشارع في بيوتنا، وهنعمل جنبيها السلطة طماطم المكعبات مع الخلطة الجميلة بتاعتها، بيبقى حلوة وجميلة. بسم الله. النهارده ان شاء الله مش بعد ما نسلق المكرونه مش هندخلها في حمام
في ميه ساقعه ولا حاجه، هنعمل لها تركه او خلطه حلوه تفضل معانا سخنه على طول باستمرار، وفي نفس التركه او في نفس الموضوع ما تتعجنش مننا، وهنعمل معاها الرز بالحليب الحلو بتاعنا، وعملنا عصير البرتقال بالجزر. لازم اليومين دول بالذات لازم نكون اهتمامنا بالمطبخ والنظافه بيكون اساسي، لازم ناخد الموضوع بجديه اكتر من اللازم، ما نستهترش بالموضوع، عشان ان شاء الله باذن الله ربنا هيبعد عننا وعنكم كل شر وكل وباء، نعدي المرحله بتاعتنا بكل خير وصحه وسعاده لاطفالنا وللناس الكبار بتوعنا لحبايبنا. تمام. البصل بياخد معايا اول ما يحمر معايا ياخد اللون الذهبي، هنبدا نطلعه على مناديل المطبخ. الرز بتاعي محمر الشعريه، احنا ممكن نعمله كله في حله واحده، لكن انا حبيت ان احنا نعمله بتركات نفس المطاعم بنفس الطريقه بالظبط بكل اسرارها وبكل خلطاتها، بنجيبها لكم بكل مصداقيه. بسم الله، ادي المكرونه بتاعتي الجميله بدات في التسويه، السوى بتاعها سيبها دقيقتين بالظبط، يعني ما تاخدش 10 دقايق بالظبط، واجهز المصه بتاعتها يكون جنبي على طول مباشر على الهواء على طول، كل حاجه قدام حضراتكم. منديل محمد بعد اذنك. يبقى مقادير الصلصه مره تانيه، عملنا نوعين من الصلصه، الصلصه اللي بتجيب اخر شهر هي الصلصه بالثوم للكشري، لكن في صلصه اللي هي الصلصه البارده الهاديه بيكون معموله زي ما اتفقت مع حضراتكم او قلت لحضراتكم في اول الحلقه، هي عباره عن اللي هي 2 عدد من البصل وست حبات من الطماطم وكوبايتين من الميه ومعلقتين من الخل، نضربهم في الخلاط ونسيبهم. الصلصه دي بتنفع لكل الطواجن، بيبقى طعمها جميل جدا وسريعه وبيبقى خفيفه على المعده وبناخد فايدتها كويس جدا. كده انا خلصت المكرونه، نفس النظام زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، ابدا اصفيها بسم الله على بركه الله، ابدا اصفي المكرونه بتاعتي السنتر الرئيسي بسم الله قدام حضراتكم بالواحده اهو، وفي نفس الحله بتاعتي بعد ما صفيتها على طول هاخد معلقتين من الزيت البصل، زيت البصل بيبقى ليه الطعم والتركه جميله قوي بيدي ريحه حلوه بسم الله، احطها على النار، احط الرز هنا عشان نخلص الرز بتاعنا، احطها على النار، معلقتين زيت من البصل عشان المكرونه ما تعجنش معايا وتدي اللمعه الجميله، معلقتين زيت، بعد كده فص واحد او فصين من الثوم، حاجه بسيطه، الثوم والبصل مضاد حيوي وجميل جدا طبيعي 100%، فص واحد من الثوم بسيط وقلب لحد ما يطلع الريحه بتاعته. بعد كده انزل تاني شيلها يا محمد بالمكرونه، خلاص انا كده طلعتها، وانزل بسم الله على بركه الله واحده واحده مع حضراتكم اهو، واديها تقليبه واشيلها على طول، هتاخد اللمعه بتاعتي والمكرونه مش تلزق معايا او مش هتتعجب معايا خالص، اقلبها اديها تقليبه جميله واركن المكرونه كده، انا خلاص اديتها تاخد اللمعه ومش هتتعجن، ما استخدمناش فيها ميه بارده، والمكرونه زي ما انتم شايفين حضراتكم بالواحده ايه، هشيلها من على النار خالص عشان هي خدت السوى بتاعها كويس،
بعد كده الرز بتاعنا غطيها محمد خالص. انزل بالرز، الشعريه بتاعتي اتحمرت خدت اللون الذهبي، هنزل بربع كيلو من الرز. بسم الله، الرز بتاعي منقوع اهو، الرز بتاعي منقوع 10 دقايق بالظبط. بسم الله، واقلب اديله تقليبه. اللي عايز يعمل الشعريه لوحدها مفيش مشاكل، اللي عايز يعمل الرز والشعريه والعدس في حله واحده مفيش اي مشاكل، لكن بنفس التركات وبنفس الحاجات الجميله تطلع مع حضراتكم ممتازه. الرز بتاعي يسخن شويه، حاجه بسيطه خالص، وانزل بالصلصه على النار عشان اعمل لها الخلطه بتاعتها التانيه. يبقى سلقنا المكرونه 10 دقايق بالظبط في المكرونه في ميه يكون كتير، معلقتين زيت ومعلقه من الملح، ونضيف لها معلقتين زيت تاني بعد ما بتطلع على طول بدل الميه الساقعه، وفص واحد من الثوم تدي ريحه بس معايا. والبصل بيتعمل معايا بيتحمر معايا اهو، وادي الصلصه بالروائح بتاعتها الجميله الطبيعي 100% بيبقى جميله. الرز بتاعي يبدا يسخن سنه مع الشعريه. بسم الله، انزل بمعلقه الملح. استخدام الكشري اغلبيه الحاجات بيبقى الكمون والكزبره والشطه، معلقتين ملح، بعد كده ربع معلقه من الكمون، حاجه بسيطه خالص خفيفه بتدي ريحه بس، والبصل المحمر باخد منه حاجه بسيطه. طبعا محمرينها قبل الهوا على طول، احنا بنجيب قدام حضراتكم وبرده نفس التكرار، اخد حوالي شويه صغيرين تدي طعم جميل جدا جدا. بصل بيكون ورديات، البصل الابيض غير الاحمر. واقلب في الرز، اديله ميه، اديله بيون عند حضرتك اي حاجه، بس هي الميه ما فيش اي مشاكل، خلينا في الطبيعي على طول باستمرار ما دام بعيد عن اللحوم. ميه بعد اذنك. بسم الله، اغطي الرز حوالي سنتي بالظبط. بسم الله على بركه الله، اغطي سنتي، امسح، اغطي سنتي بالظبط، واسيبه 5 دقايق على نار عالية. بعد كده هد على الرز بتاعي عشان نتقل على الرز يستوي. أبدأ أعمل الخلطة بتاعي. الصلصة وهي عبارة عن معلقتين برضو من الزيت. بسم الله، معلقتين من الزيت وثلاث فصوص من الثوم منعمينهم جامد. عملنا الرز، عملنا المكرونه، عملنا نوعين الصلصه، جهزنا الحمص والعدس، نزلنا معلقتين من الزيت عشان نعمل التركه الجميله الثانيه. معلقتين من الزيت وثلاث فصوص من الثوم منعمين، كل حاجات بسيطه وسهله وموجوده في كل بيت بتركات بسيطة أو إمكانيات. الموضوع مش محتاج يعني كميات يكون كتيرة أو حاجة كتيرة على حسب الأعداد، لكن من الكسل أو الحاجات دي مش عايزينها، عايزين باستمرار يكون حاجتنا في بيتنا لأولادنا ولأطفالنا، بالذات اليومين دول لازم يكون حاجة إن شاء الله بإذن الله ربنا يعدي علينا وعليكم الأيام دي كلها بخير بإذن الله، وتكون العاقبة كلها خير. الرز بتاعي بدأ 5 دقايق، أبدأ أهدي النار شوية عليه. ننزل بالثلاث فصوص الثوم. بسم الله، ثلاث فصوص من الثوم مع معلقتين الزيت عشان نعمل الخلطه اللي هي الصلصه بالطماطم بس، اللي هي 6 حبات من الطماطم مع 2 كوباية الميه، وبنضربهم في الخلاط، معلقه من الخل، وننزل بعد كده بالثوم، بالثوم والزيت يسخن معايا. الله ينور، هيسخن معايا، والبصل لسه
بالورديات الحمراء هنعملها ان شاء الله باذن الله. هتخلص بس دقيقه. بكل تركات مصريه جميله الصغار والكبار بيحبوها. اي تعليقات او اي اراء او اي اكلات تحبوها بعتولنا على صفحه البرنامج او على اكله بسيطه مصريه او على اليوتيوب على اكله بسيطه مصريه برضو الشيف ماجد حمزاوي فوزي حمزاوي، وانا تحت امركم في اي حاجه. هنجهز المناديل عشان البصل. وادي الدقه الجميله الثانيه. استخدام الكمون والشطه برضه هنعملها قدام حضراتكم دلوقتي على طول فوريه. وهنعمل مكعبات الطماطم مع الخل والثوم بتعمل طعم جميل. وهنعمل العيش المحمص، هنحمص عيش برضه في نفس الزيت. هنشوف قدام حضراتكم واحده واحده على طول بالتركات المصريه الجميله اهي. البصل وادي الرز بدا يستوي معايا. اديله تقليبه بسيطه بسم الله بالبصل والكمون والملح. حتى لو حطينا له ميه هيديله طعم جميل جدا. بنعمل كل حاجه قدام حضراتكم اهو. وادي البصل وادي الثوم مع الزيت وادي مكعبات البصل. اهم حاجه زي ما اتفقنا نظافه المطبخ يكون نظافه كامله بالمطهرات وبكل حاجه، حتى الايد على طول باستمرار غسيل لاطفالنا ولكل حبايبنا بنوجه لهم. ربنا يا رب كده ان شاء الله نشوفكم باسعد حال وبكل خير، وناخد الامور بجديه مش باستهتار خالص والتزام. التوم بدا يتحمر معايا، اخد معلقه من الخل بسيطة. بعد ما الطماطم بتاعتي قعدت حوالي 10 دقايق بالظبط، قعدت 10 دقايق بالظبط اهو الطماطم سبك التسبيكة نشفت المية بتاعتها. هاخد شوية من الخل حاجة بسيطة خالص معلقة بسيطة وابدأ اقول بسم الله. اديلها التركة وانزل عليها بسم الله على الطماطم المتسبكة. بعد كده بشوية من الكمون معلقة من الكمون واتبل، وشوية من الملح واتبل الصلصة بتاعت التانية. ونفس الطريقة بنفس الطاسة أو بنفس الحلة هننزل برضو معلقة من الزيت خفيفة خالص بسيطة، معلقة من الزيت عشان نعمل الدقة بالخل والثوم، معلقة صغيرة بسيطة. وأنزل بأربع فصوص من الثوم وشوية من الكزبرة خفيفة خالص وشوية من الكمون. نعمل الدقة بقى الحلوة التانية وأقلب. مجرد إن هي تطلع معايا الريحة بالظبط وأنزل بشوية من الخل عليها وشوية من الملح زي ما اتفقنا. تركات بسيطة وسهلة جدا لكن بيحبوها الصغار والكبار. بيكون السفرة بتاعتنا سفرة كتيرة بين حاجات بسيطة، نص كيلو من المكرونة أو ربع كيلو من الرز وربع كيلو من الشعرية وربع كيلو من العدس كتكاليف أو حاجة اقتصادية 100%. طبق مشهور. بعد كده أنزل بشوية من الخل، بغرفتين من الخل على التوم والكزبرة والكمون بسم الله
عشان اعمل خلطه او دقه حلوه وشويه من الملح بسيط، حاجه بسيطه من الملح خفيف، وانزل في بوله التقديم بتاعتي. بسم الله، نسيبها تهدى. الدقه التانيه مع العدس سلقناه حوالي 10 دقايق بالظبط، مع الحمص برضو نقعناه 6 ساعات، بعد 6 ساعات سلقناه 10 دقايق برضو نفس التكرار. وادي البصل التاني طلع معايا بنفس الورديات، بيطلع ورديات جميله. البصل الابيض غير الاحمر بيبقى اسهل واحسن. تعالوا نعمل الخلطه بالشطه عشان نطلع ننقل الرز مكان وننزل. بسم الله، معلقتين برضو نفس التكرار، معلقتين من الزيت. الزيت بتاع البصل بيشتغل معايا في كل حاجه، في الرز وفي المكرونه، في كل حاجه. الله ينور. وادي البصل الورديات الجميله، وننزل بالعيش نحمص العيش معايا عشان نختصر الوقت، عشان الوقت سريع جدا بيعدي. العيش بتاعنا عيش مصر عادي او اي عيش، عشان نطلع مع الطبق الكشري نتحمص. نقطع مثلثات، نقطع العيش بتاعنا مثلثات ونفتح نخليه على جنب واحد بس بالظبط اهو. العيش المصري العادي هنعملها بكل تركاتها بكل حاجة، مش هنسيب أي حاجة في طبق الكشري عشان نقدم سفرة صحيحة 100%. ونبدأ ننزل مكان البصل. قال لي محمد بسم الله، وحطينا معلقتين الزيت عشان نطلع شوية صلصة بالشطة، اللي يحب الشطة. هذا العيش التاني اهو، هنحط الشطة معلقتين على شوية الزيت من البصل. ابعد طبعا عن الوش عشان الشطة حامية، مجرد ان هي تاخد تقليبة وانزل عليها بالصلصة. بسم الله، تستوي معايا الشطة سنة صغيرة بسيطة خالص. كل حاجة مفيدة وممتازة وبسيطة. اللي عامل دايت ممكن بدل ما ناكل طبقين كشري ناكل طبق كشري واحد بس، تطلع معاكم ممتازه، ما تحرموش نفسكم من اي حاجه. بعد كده ننزل بالصلصه، اي نوع صلصه تحبوها، الاثنين متبلين بالبصل ماشي. بسم الله، اوعى الجمال بالطشه المصريه. وتبعد عن الشطة. عملنا الكشري، عملنا المكرونة، عملنا الرز المصري، عملنا الخلط الدقتين اللي هي بالبصل وبالثوم، وعملنا البصل الورديات الجميلة المقرمش. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الحلو بتاعنا مع الكشري. ما تروحوا كده ولا كده، وإن شاء الله منتظركم. نطلع فاصل ونرجع.
ورجعنا مع حضراتكم تاني بعد قبل الفاصل. عملنا مع حضراتكم الكشري بدقاته أو بكل خلطاته بطريقة مبسطة وسهلة، يا رب يكون الطريقة عجبتكم أو الشرح بتاعنا كان واضح ليكم. سلقنا المكرونة في معلقتين زيت ومعلقة من الملح وشوية مية كتيرة، وعملنا الرز المصري، وعملنا خلطتين من أو دقيقتين من الصلصة بتاعتنا، هتجربوها هتحبوها 100%. وحمرنا العيش وعملنا ورديات البصل. تعالوا بقى نعمل الحلو بتاعنا، مشهورة جدا برضه في كل المحلات، أي حد يخش محل طبق الكشري وراه على طول الحلو الرز بالحليب أو الرز باللبن. هنعمله بتركة جميلة جدا جدا وبسيطة وسهلة. مكوناته حوالي كيلو من الحليب، 6 كوبايات من الحليب كمعيار، كوباية من الرز، 200 جرام من الكريمة أو الكريمة النباتي أو الكريمة اللباني أو القشطة على حسب إمكانيات حضراتكم اعملوها. ما بنسلقش الرز في المية، هنسلقه في الحليب بطريقة كويسة. الرز بتاعي من الكوباية بنقعه حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، كويس جدا لما بيتنقع. بعد كده بنزل بالرز في كيلو الحليب أول ما بيبدأ يغلي معايا، بسم الله، وأقلب على طول يا محمد. تعال قلب بقى يا محمد بلزم. ونقلب، هياخد معايا حوالي 10 دقايق إن شاء الله بإذن الله. كوباية من السكر ومعلقة، السلام عليكم، ومعلقة من النشا على الحليب على القشطة والكريمة، معلقة بسيطة صغيرة خالص. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ يا مرحب يا مرحب يا غالي، يا مرحب يا مرحب يا هلا. عامل ايه يا شيف؟ مش كويس؟ والله العظيم كويس جدا الحمد لله. انتوا عاملين ايه، اخباركم؟ الحمد لله تمام، بنحب كل اكلاتك والله يا شيف، ومتابعينك على طول. تسلم لي يا غالي، تسلم لي، ربنا يحفظكم دايما يا رب ويبعد عنكم كل شر ان شاء الله. اي طلبات او اي حاجه؟ والله معلش يا شيف، لو سمحت يعني ممكن تقدم لنا طريقه البيتزا؟ عينينا، حاضر، احنا عملناها بس ان شاء الله نقدمها مره واثنين وثلاثه عشان ما نخرجش خالص. هظبط اللي انتوا عايزينه تحت امركم. تمام، شكرا يا شيف. عفوا عفوا، شكرا لاتصالك يا غالي. ونبدا نغرف المكرونه بتاعتنا. الو السلام عليكم محمد، مرحبا. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام محمد، مرحب مرحب. الشاشة يا الله يحفظك يا محمد، تسلم، الله يبارك لك. تسلم ايدك، الله يسلمك، الله يسلمك. تسلم ايدك على المكرونه، تسلم ايدك على كل حاجه بتعملها. الله يحفظك يا رب، يكون الاكلات بتاعتنا بتعجبكم. الله يصلح حالك، منور الشاشه. تسلميلي تسلميلي، يا رب يحفظ لك كده ويحفظ لك اولادك يا رب. تسلم ايدك يا شيخ. تسلم، الله يسلمك، تسلميلي. اي سؤال او اي حاجه؟ لا انا بصبح عليك. تسلم تسلم، صباح الرضا ومساء الهنا، يا هلا. هننزل بالماء وادي الرز بتاعنا على الهواء مباشر على طول مع التقليب المستمر. مين؟ الو السلام عليكم. عامل ايه؟ يا مرحب يا مرحب. معاكم ام ميسرة. يا مرحب ام ميسرة، يا هلا يا هلا. ازيك يا ام ميسرة، ازاي الصحة؟ الله يحفظك. الحمد لله، الحمد لله، تمام، الله يحفظك يا ام ميسرة، ازاي الصحة؟ كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله دايما يا رب بخير، ويسمعنا عنكم سمع خير يا رب دايما على طول. ربنا يعدي علينا الايام دي بخير ان شاء الله. باذن الله هتعدي، هتعدي باذن الله بكل سهوله ان شاء الله باذن الله يا رب. تسلم تسلم. عندك عندك اي سؤال او اي حاجه؟ الله يبارك لك. انا عايز اعرف بس العزيزيه بتتعمل ازاي، وتقول لنا اكلات بقى بتقوي المناعه. على عنينا على عنينا، كل الاكلات بتاعتنا بتقوي المناعه في البصل والثوم وكل حاجه. عنينا، حاضر. وبعد كده ان شاء الله نجيب لكم دكاتره معانا على اساس ان احنا يكون ارشاداتنا قويه بكل وسيله. شكرا يا ام ميسره، شكرا لاتصالك يا فندم. استاذة فاطمة السلام عليكم، شكرا لاتصالك، وقعد معانا لاتصال تاني يا استاذة فاطمة. وادي الصلصة اللي حطينا عليها التوم بعد ما غرفنا الطبق بتاعنا، كل حاجة قدام حضراتكم على الهواء مباشر اهو. وادي الصلصة الجميلة بالتوم بعد ما حطيناها حوالي 10 دقايق بالظبط بطماطم بس تتسبك معانا. نزلنا قلب الرز على طول يا محمد. استاذة هاجر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحب مرحب استاذ هاجر. الله يخليك يا شيف، انت عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام، الله يحفظك، تمام الحمد لله. بقول لك ايه، انا عايزه طريقه الكريب. عينينا، حاضر، عينينا عينينا عينينا، حاضر يا استاذ هاجر. ربنا يخليك، تحت امرك يا باشا، تحت امرك. عينينا، ننزل بالحمص الجه. ام عبد الرحمن السلام عليكم. الو السلام عليكم. النهارده عايز طريقه، ايوه الكريب. الكريب، عينينا، حاضر يا حبيبي، حاضر حاضر، عينينا عينينا، شكرا لاتصالك يا عبد الرحمن، شكرا يا حبيبي. وننزل بالعدس، نشكل طبق الكشري بتاعنا الجميل. المكرونه
ما اتعجنتش معانا الرز المصري. الو السلام عليكم استاذه منار. رز المصري طلع مفلفل يا استاذه منار. السلام. مع الصلصه الجميله اهي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. والبصل كمان عشان عم محمد عمال يوصل البصل على علينا. استاذه منار ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذه منار، مرحب بيكي. اهلا بيك. الله يحفظك استاذه منار. ازاي الصحه، عامله ايه، اخبارك؟ اخويا الصغير عايز يكلمك. اتفضلي يا باشا، اتفضلي على عينينا على عينينا. انسى يا محمد بعد اذنك اللي بتاعت. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. ايه يا حبيبي، مرحب. الو السلام عليكم. تليفونات كلها داخله. ازيك يا باشا، عامل اخبارك؟ السلام عليكم. الحمد لله. ازيك، عامل ايه، اخبارك؟ عايز عندك اي سؤال؟ لو سمحت يا شيف، عايزه طريقه البسبوسه. عينينا، حاضر يا باشا، عينينا تحت امرك، تحت امركم، على عينينا على عينينا. هنقول طريقه البسبوسه على عينينا، حاضر. شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالك. وعد وننزل بشويه من الصلصه معانا على السفره بتاعتنا الجميله. استاذه فاطمه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. ايه اخبارك يا شيخ؟ الحمد لله تمام، الله يحفظك. اللهم احفظنا واحفظك يا رب. ربنا يزيدك يا فاطمه، ربنا يبارك فيكي. الكشري عجبك ولا لا؟ الكشري عجبك؟ اكيد طبعا، من ايدك احلى. تسلمي لي يا غالي، تسلمي، ربنا يحفظك، تسلمي. وادي الصلصه يا استاذه فاطمه ايه؟ مع الدقات الجميله اللي عايزه الاكيله الصح الصح. الو السلام عليكم. يا شيف اخبارك؟ مرحب مرحب. وزي عبد الله اخبارك؟ اخبارك عليك، الله ينور عليك على الكشري اللذيذ. الله يحفظك، الله يحفظك، ربنا يزيدك يا زي عبد الله. كيف حالك، اخبارك؟ انت جميله جميله. التزم يا استاذه عبد الله بالتعليمات وخليك في بيتكم. كشري، بيتزا، اي اكلات تحبوها نعملها لكم، كله في بيوت. ربنا يعدي الايام دي على خير. ان شاء الله يعدي باذن الله. ان شاء الله اهم حاجه عندنا يكون توعيه او فكر مظبوط، هنواجه كل حاجه باذن الله، ان شاء الله باذن الله. عندك اي سؤال؟ مسا عليك بس. تسلم، مساء الهنا ومساء الرضا يا غالي، مساء الهنا، ربنا يحفظك ويحفظ لك اهلك كلهم يا رب. ماشي، شكرا. تسلم يا غالي، ربنا يحفظك. شكرا لاتصالك. ادي اطباق الكشري بكل خلطتها وبكل تركاتها، بسيطة وسهلة. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. شيخنا العزيز منور الدنيا كلها. الله يحفظك يا عماد، الله يحفظك يا غالي، تسلم لي. شيخنا حبيبنا منورنا والله العظيم. تسلم لي يا غالي، ربنا يحفظك يا رب ويحفظ لك اهلك كلهم يا رب. كل جديد وكل اكلات جميلة من ايدك الجميلة. تسلم لي، تسلم لي يا استاذنا، الله يحفظك، تسلم لي يا استاذ عادل. ربنا يحفظك يا رب ويحفظ لك اهلك كلهم والله. ودايما منور قناه الصحه والجمال وجميع القنوات كلها. تسلم لي، تسلم لي يا فندم، ربنا يحفظك ويحفظ لك اهلك يا رب كلهم، ويعدي عليكم الايام بخير يا رب. بسمع صوتك بس. يا مرحب بيك يا باشا على عينينا، يا مرحب يا مرحب. خليكم شيخنا العزيز، انا عادل من الزيتون. يا مرحب بيك يا استاذ عادل، نورتنا ونورت قناه الصحه والجمال والله بكلامك الجميل وذوقك الحلو. قلبي يديك الصحه دايما يا رب، ودايما تعمل لنا كل حاجه حلوه بايدك. تسلم لي يا غالي، تسلم لي، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك ويحفظ لك اهلك يا رب كلهم يا رب. تسلم لي. عندك اي سؤال؟ لا لا، انا بطمن عليك بس واكلمك بس كده، اطمن على صوتك الجميل يا ده. ربنا يحفظك يا عماد، ربنا يحفظك ويزيدك يا رب، ودايما كده نسمع عنكم سمع خير يا رب، ويعدي عليكم الايام بخير ان شاء الله. تسلم لي يا غالي، متشكرين لاتصالك. حاج فوزي السلام عليكم. الله يخليك، ازيك يا مرحب يا حاج فوزي، يا مرحب، منور القناه كلها والله. الله ينور عليك في الكشري، عاوزين الحلو بقى رايق. على عينينا الحلو اهوت على طول، الرز باللبن اهوت بالقشطه، حاجه ان شاء الله باذن الله تعجبك جامد يعني ان شاء الله. الله ينور عليك. تسلم لي، تسلم لي يا حاج فوزي. عندك اي سؤال؟ كل سنه وانت طيب. وانت بكمال الصحه، ويا رب كده يعود علينا وعليك الايام بخير، ويحفظ لك كل اللي عندك ويحفظك يا رب. شكرا لاتصالك يا عم الحاج، ربنا يحفظك. نهله السلام عليكم. استاذه نهله. انا ازيك يا سيف. يا مرحب يا مرحب. اهلا ازيك يا سيف. اهلين استاذه نهله، مرحب. عامل ايه؟ والله الحمد لله، الله يحفظك، تمام. عامله ايه انت، اخبارك واخبار الجو عامل ايه عندكم؟ اكلتك تجنن والله يا شيخ. تسلم لي يا غالي، تسلم لي، ده من ذوقك والله، ربنا يحفظكم يا رب. تسلم لي. والكشري والله شكله جميل جدا ده يعني. كمان طعمه ان شاء الله هتعملوها يبقى احلى كمان باذن الله بحاجات بسيطه خالص يا نهله. يا شيف اكلتك والله مش عارفين نودي جمالك ده كله فين. تسلم لي يا غالي، تسلم لي، ربنا يحفظكم يا رب ويزيدكم يا رب. تسلم، تسلم.
شكرا. اي سؤال او اي حاجه؟ لا لا والله بطمن على حضرتك. شكرا شكرا شكرا. احلى متصلين، متشكرين لكم جدا، بتشجعونا على الحاجات الجميله، ولو عوزتوا اي حاجه تحت امركم في اي حاجه. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. اخبارك يا شيخ؟ والله الحمد لله تمام. الو ايوه معاك معاك. السلام عليكم. معاك. اطلب ممكن اطلب منك طلب بس؟ اتفضل يا باشا. امره ممكن بس تعيد طريقه الشطه تاني؟ عينينا. حاضر 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 عينينا. تحت امرك. معلقتين من الزيت هقول لك على طول، هقول لك على طول اول ما تفصل على طول. معلقه من الزيت بنحط عليها شويه من الشطه، يا دوب تتحمص بسيطه، بس خلي بالكم تبعدوا عن الشطه بالذات وهي في النار عشان ما يبقاش فيه مشاكل. بعد كده بنضيف عليها شويه من الصلصه اللي احنا عملناها، صلصه الطماطم او صلصه اي صلصه تحبوها، احنا عملنا نوعين من الصلصه هتطلع معاكم مظبوطه 100% بتركه الشطه. الو السلام عليكم. استاذ ياسمين. ازيك يا شيخنا؟ عامل ايه؟ يا مرحب بيك يا مرحب بيك يا غالي. عامل ايه؟ الله يدور عليك على الكسري والرز. يا رب كده يعجبكم يا ياسمين. تسلمي. ممكن طريقه اللازانيا لو سمحت؟ عينينا. حاضر يا حبيبي عينينا عينينا. تحت امرك. اللازانيا من انواع المكرونات ان شاء الله هنعملها لك يا استاذه ياسمين على طول قريبه باذن الله. حاضر تحت امرك يا باشا. ام بلال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بلال يا مرحب بالشيفه بتاعتنا. يا هلا يا هلا. ربنا يخليك يا رب. ينفع كده؟ ينفع انا نعمل الكشري وانت مش موجود؟ ينفع كده يا شيف؟ لا ازاي ده، اجي لك على عيني. تسلم تسلم. ربنا يحفظك يا ام بلال. بس يا شيف تسلم. ربنا يخليك. اخباركم واخبار الناس اللي عندكم عاملين ايه؟ كيف حالكم؟ والله زي الفل. والله ربنا يعز حضرتك. والله تسلمي لي تسلمي لي يا رب. يحفظك كده ونسمع عنك سمع خير دايما يا رب على طول. الله يبارك فيك. ربنا يكرمك يا رب يا شيخ. تسلمي لي تسلمي لي يا ام بلال. عندك اي سؤال او اي حاجه؟ ربنا يخليك. والله انت ما شاء الله مش مخلينا عايزين حاجه. تسلمي لي يا رب. يحفظك كده دايما ويسمعنا عنكم دايما سمع خير يا رب. يا رب كده دايما ويحفظ لكم اهلكم كله يا رب. شكرا لاتصالك يا ام بلال. حاجه ست الكل السلام عليكم. ام حمزه ومرحبا. الو يا حاجه السلام عليكم. الو. شكرا لاتصالك يا ست الكل. عاود الاتصال على طول معانا على طول. عملنا الكشري، عملنا كذا خلطه وبكذا دقه، عملناه بتركه بسيطه وسهله. سلقنا المكرونه في ميه كتيره، معلقتين من الزيت، معلقه من الملح، خدت على حوالي 10 دقائق وصفيناها وما دخلناش عليها ميه ساقعه، رضيناها بمعلقتين من الزيت وفص واحد من الثوم، حاجه خفيفه او تاخد الريحه، مجرد ما الثوم يغير معايا الريحه بتاعته نزلنا بالمكرونه تبرق معايا وتلمع وتطلع معانا كويسه جدا. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. انا عاوزه عليكم السلام. انا عاوزه العيش بتاع الكشري. العيش عينينا. حاضر. العيش بتاع الكشري سهل جدا. مكان البصل بتقطعيه وبتتحمص عادي جدا، بيطلع معانا ورقيات جميله وسهله ولذيذه، مقرمش مع الكشري بيبقى طعمه خطير جدا وممتاز، سهل جدا. وطريقه البسبوسه عشان الناس اللي سالتنا عن البسبوسه، نص كيلو السميط، نص كيلو السميط. الو السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ يا مرحب يا مرحب. تسلم ايديك على الكشري الجميل. الله يحفظك. تسلم. الله يخليك. تسلمي. والله اكلاتك كلها بسيطه وسهله. تسلم. والله كله من ذوقكم، وده حاجه لينا شرف لينا والله. الله يخليك يا تسلم. عجبك الكشري؟ والله تسلم لك، تشوقتنا بصراحه. تسلم يا غالي. تسلم يا رب. يزيكم ويحفظكم ويحفظ لك اهلك واولادك كده يا رب. الله يخليك. شكرا. ممكن طريقه البتيه. طريقه ايه؟ البتيه. البتيه؟ اه. عينينا عينينا على طول. حاضر تحت امره. على عينينا. البتيه من المخبوزات ان شاء الله هيبقى لينا برضو فيه حلقات هنخليها صوت وصوره، اي طلبات بتطلبوها هنخليها مع حضراتكم برضو على طول باستمرار. بعد كده بعد ما عملنا الكشري، بعد ما عملنا المكرونه، دخلنا على الرز بتاعنا، ربع كيلو من الشعريه على ربع كيلو من الرز منقوع 10 دقائق بالظبط، نزلنا عليه شويه حلقات من البصل الناشف، بيدي تريك او طعم وريحه ممتازه. الرز بتاعي يتنقع 10 دقائق، بياخد الشوربه بتاعته او البيوم بتاعه حوالي سنت بالظبط فوق ما نغطي الرز، ونحط لهم سنه كمون بسيطه مع شويه الملح بتوعه، تكاليف بسيطه وامكانيات بسيطه، بيطلع معانا اطباق كشري باحجام عائليه تكفي زي ما انتم عايزين. والحمص بتاعنا ربع كيلو، والعدس برده ربع كيلو، والرز نرجع للرز بالحليب كيلو الرز معاه
حوالي كوبايه من الرز، يعني اقل من ربع كيلو، بننقع حوالي ربع ساعه و10 دقائق بالظبط. بعد كده بنجيب معلقه من النشا او الكورن فلاور مع القشطه او الكريمه او الكريمه النباتي على حسب مقدار حضراتكم، يطلع رز معاكم 100 100. ممكن ندخله فرن في الطواجن ياخد وش بس بالظبط 5 دقائق من على الشوايه. هنقلب لحد ما الرز معانا، بعد ما حطينا له السكر، حطينا الحليب، حطينا الرز، هنقلب حوالي 10 دقايق بالظبط، تقليب مستمر، عشان انا طبعا مش سالق الرز في ميه او اي حاجه، ده احنا بنطبخ الرز في الحليب عشان يطلع الطعم بتاعه ممتاز بالتركه المظبوطه. تعالوا نجاوب بقى على البسبوسه والبيتزا، الناس اللي هم بيسالونا الاسئله الجميله، وعذرونا طبعا الناس اللي ما بنقدرش نرد على اسئلتهم، يخشوا على اكله بسيطه مصريه على اليوتيوب، وان شاء الله باذن الله التواصل معاكم مستمر على طول في اكله بسيطه مصريه على الفيس او على اليوتيوب باسم الشيف ماجد فوزي حمزاوي. ادوا اي تعليقات او اي اراء او اي اسئله وانا هرد عليكم على طول. البسبوسه نص كيلو السميط، نص كيلو السميط بياخد ربع كيلو سكر، معلقتين جوز الهند، وبقلبهم مع بعضهم واركنهم. بعد كده باخد كوبايتين من الحليب او كوبايتين من الزبادي ومعانا كوبايتين من الحليب ونص كوبايه من العسل، نص كوبايه من السمن، وبسخن المقادير السايله معايا. بعد كده بجيب المقادير الجافه وانزلها معايا على الصميت والجوز الهند والسكر واقلبها تقليبه عاديه جدا، ما تخافوش من اي حاجه. بنجيب الصينيه السمك بتاعها سمك يكون بسيط مقاس 26 او 30 على حسب الصينيه اللي عند حضراتكم، واصب فيها المقادير كلها. بعد كده خبطها تخبطتين افرغ منها الهواء مباشر، وادخلها في نص الفرن على طول. الشربات بتاعها كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، وبينزل بيكون سخن مع معلقه من العسل الكلوكوز. البسبوسه سخنه والعسل بتاعها بيبقى سخن اول ما بتطلع على طول. الفرق بين البسبوسه والهريسه عملناها، الجوز الهند بيكون زياده شويه، والبيتزا. وشكرا لكم طبعا. استوى معقوله دي؟ خلصت الحلقه؟ خلصت. هنقلب الحليب مع الرز، وادي الصنف بتاعنا. الرز بعد ما بيطلع يستوي معانا بندخله فرن ماشي ونعمل ماشي. الوقت معاكم بيعدي سريع جدا، يا رب تكونوا بصحه وسعاده وبخير. نلاقيكم ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله الساعه 12، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.